طبعا تاريخ 8 فبراير هو تاريخ مميز النهارده او السنه دي تحديدا عند المصريين، لان النهارده المباراه المنتظره ما بين المواجهه القويه ما بين الفريقين الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه. بنتكلم على بطلي اوروبا وافريقيا على مستوى العالم، النادي الاهلي المصري وريال مدريد الاسباني في نص نهائي كاس العالم للانديه في المباراه اللي بتقام في المغرب الشقيقة. الحقيقة يعني احنا بنفتخر ان عندنا فريق مصري بيوصل للبطولات المهمة اللي زي دي وبيحقق فيها نتائج مشرفة، واحنا منتظرين النهاردة يفرحنا النادي الاهلي ويقدم ماتش حلو يليق مش بس يعني باسم النادي الاهلي، لا يليق بالكرة المصرية ويليق باسم كل المصريين يعني. صحيح عبد الصمد، والجميع منتظر ماتش النهاردة والكل عنده حالة من الحماس الشديد، والحقيقة انه يعني الماتش ده لوحده بطولة، والوصول لان احنا نقابل النادي الملكي ريال مدريد ده بطولة لوحده بعيدا عن بطولة كاس العالم للأندية. بالتأكيد الماتش صعب، لكن كمان مفيش حاجة مستحيلة في الكورة، والحسابات دايما أحيانا يعني ما تكونش منصفة بشكل كبير في الكورة. وخلينا نتكلم انه يعني نرجع كده بالتاريخ شوية، ونادي الأهلي عمل ايه في 2001، وكلام مانويل جوزيه للعيبة في 2001، وانه ساعتها كان بيقول لهم احنا ممكن نقابل ريال مدريد 100 مرة نغلبهم فيهم مرة، ليه ما تكونش المرة دي؟ وحصل فعلا في 2001 والنادي الأهلي غلب ريال مدريد. المهم كمان انه النهاردة الأداء يكون مشرف، يكون يليق باسم النادي الأهلي، نادي القرن. الحقيقة انه الجماهير مستنية من النادي ومن اللعيبة أداء مشرف، ويمكن أثناء الميران شفنا صور اللعيبة وشفنا قد إيه هم متحمسين، ومسألة كمان التشجيع اللي حاصلة في المغرب من الجمهور المغربي شيء غاية في الروعة الحقيقة، ومبهج جدا جدا. الصور اللي بنشوفها للجماهير اللي كانت موجودة في طنجة ودلوقتي في الرباط شيء مبهج، ويشجع النادي الأهلي أنه يعمل أداء كبير جدا مشرف لمصر. مش بس كده يا دير، يمكن أنت ذكرتي تحديدا مباراة 2001، المباراة دي كانت مباراة مهمة جدا، وزي ما قلتي أن كان يعني ساعتها في حماس عند النادي الأهلي، رغم أن هي مباراة ما كانتش مباراة رسمية، كانت مباراة ودية، لكن قدر النادي الأهلي فعلا اللي هو يفوز وقتها على الفريق الأسطوري ريال مدريد، اللي كان في الوقت ده تحديدا بيضم أساطير الكرة في العالم من يعني كل القارات تحديدا. بنتكلم على لويس فيجو، بنتكلم على زين الدين زيدان، روبرتو كارلوس، ميكاليلي وجيرمي وراؤول، يعني وغيرهم من اسامي كبير كانت موجوده. ان شاء الله النهارده الشناوي ورفاقه يعيدوا مره ثانيه يعني هذا الانجاز وهذا المجد مره ثانيه. يمكن لو هنتكلم على عناوين الصحف اللي موجوده او بتتصدر، يمكن هنلاقي كل الصحف تحديدا بتتصدر يعني هذه المباراه، مباراه ريال مدريد والاهلي. ويمكن كان العنوان اللي لفت نظري جدا قال لك ريال مدريد والاهلي المباراه التي يخشاها انشيلوتي. احنا دلوقتي بنشوف الجون اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه في 2001، والمباراه ما بين ريال مدريد والاهلي وفاز فيها الاهلي. ومهم جدا ان احنا يعني نبتدي اليوم كده بال يعني الشكل الايجابي، الشكل الحلو ده. احنا مش مستنيين طبعا، مستنيين الفوز وطبعا مستنيين اداء كبير، لكن هي الفكره ان احنا وصلنا النهارده انه جريده ماركا الاسبانيه تبقى بتتكلم عن النادي الاهلي، قناه ريال مدريد بتتكلم على النادي الاهلي، الحديث الكبير في وسائل الاعلام عن النادي الاهلي، كل ده فوز كبير لمصر وللرياضه المصريه. ده مهم صحيح. جدا جدا ان احنا نشوف الحاله الايجابيه اللي حاصله، ويعني كمان الحالة اللي حاصلة في المغرب. وإحنا النهاردة بنتكلم إن المباراة هتكون على ملعب الأمير مولاي عبد الله، والجماهير يعني في حالة كده من الحماس الشديد، في كمان اهتمام إعلامي كبير جدا حاصل سواء دولي أو كمان عربي، وتغطية واسعة لكل ما يخص المباراة دي. لسه كنت بقول لحضراتكم عن صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة اللي قالت إنه هيكون في 11 محارب مصري في انتظار ريال مدريد الملكي، وإنه النادي الأهلي علامة بارزة في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، وإنه النادي الأكثر عدد مشاركة كمباريات، بنتكلم في 20 مباراة في 8 مشاركات للنادي الأهلي، وإنه ده مش غريب على الأهلي ملك أفريقيا المتوج ب10 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا. صحيح هدير، يمكن كمان لو هنتكلم على فكرة مشاركة الجمهور، ويمكن نتكلم أنشيلوتي تحديدا على دي، وقال في المؤتمر الصحفي بالمناسبة المؤتمر الصحفي اللي فيه غياب لستة من النجوم البارزين في ريال مدريد تحديدا، ويمكن دي حاجة في صفنا كنادي أهلي تحديدا، وفي نفس الوقت الجمهور برضو، لأن انت واخدة كل دعم الجمهور المغربي تحديدا رغم شعبية نادي ريال مدريد، فيمكن دي حاجة من الحاجات الكتيرة اللي يعني بتحسب أو
او عوامل من عوامل النجاح اللي موجوده. كمان امبارح شفنا وسائل الاعلام من جميع انحاء العالم حاضرين في مران يعني الاهلي الاخير قبل المباراه، وتابعنا تصريحات انشيلوتي مدرب الفريق الملكي اللي قال ان الاهلي فريق عظيم وليه تاريخ كبير، علشان كده احنا بنحترمه بشكل كبير جدا. كل ده بالتاكيد هيكون حافز كبير للاعيبه النادي الاهلي النهارده ان هم يقدموا افضل ما عندهم. المباراه دي فيها يعني او في حد ذاتها بطوله، وان شاء الله يعني اللي احنا نستمتع النهارده باداء قوي بحماس كمان موجود عند المشجعين. كلنا بنقول يا رب ان شاء الله الاهلي يحسم هذه المباراه، لان دي هتكون اول مباراه يتاهل فيها رغم مشاركته 8 مباريات لكن 5 بس وصل فيها النص النهائي، لكن ما تاهلش للدور الثاني. احنا احتمال كمان نكون بنتكلم عن قمه عربيه بعد نهائي عربي بعد صحيح فوز الاهلي النهارده على ريال مدريد. مهم جدا ان احنا ننتظر الاداء القوي من النادي الاهلي زي ما عودنا، مهم جدا ان احنا نشجع بكل حماس ونستمتع بالمباراه النهارده. ربنا ان شاء الله يفرح مصر والمصريين النهارده بفوز النادي الاهلي وبالاداء القوي امام ريال مدريد. بنصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر.